هو اللب الاول والسوداني من المنتجات الزراعيه، بيزرع عندنا في مصر معظمه كله طبعا. بيبقى ليه مواسم حصاد، بنجمع المواسم الحصاد بتاعته دوت، بنشتري بقى المخزون بتاع اللب بتاعنا كله في الفتره دي، نبدا كان نخزنه ونبدا نصنع. كل يوم بقى بيبقى تسويه، مرحله تسويه مرحله تمليع، بيطلع بقى قدامك بالشكل النهائي. التسويه بيبقى في مكنه للتسويه نفسها مخصصه للتسويه، ما بتسويش عليها غير اللب بس. بيتسوى في ملحة او بيتسوى في الحاجه اللي بيتسوى فيها، وبعد كده بينزل بيتنمش، حاجه اسمها تنميش. بيخلص مرحله التنميش بتاعته، بيتحط بقى قدامك على الفرش بالطريقه اللي انت بتشوفيها دي. بيختلف يعني الابيض غير السوبر غير اللب العباد اللي هو السوري غير السوداني، كل حاجه ليها طريقه معينه في تسويتها وفي تنميش. اختلاف الاسعار عشان اختلاف كميه الانتاج بتاعته، يعني اللب الابيض بيبقى انتاجه قليل شويه عن السوبر، فبيبقى الطلب عليه اكتر فبيبقى سعره اغلى. اللب العباد ده مستورد مثلا من الصين فبيبقى سعره اقل شويه، يعني حسب المحصول وكميته في مصر موجوده قد ايه. اللب الابيض السوداني مفيش بلد بتنافسنا في العالم كله، فاحنا البلد الوحيده اللي بتنتج الانواع دي وبالجوده دي. في بلاد تانية زي اوكرانيا او الصين او حاجه عندهم اللب الابيض او اللب السوبر شبه بتاعنا، لكن مش بنفس الطعم ولا بنفس الجوده، فاحنا الوحيدين اللي بنتج اللب بتاعنا دوت وبنصدره لكل دول العالم، بس بالاخص الدول العربيه. يعني لكن بره ما بيحبوش اللب والكلام ده، ممكن يكون البيناتس اللي هو السوداني والكلام ده عندهم مشهور اكتر مع المكسرات الفستق والكاجو والكلام ده، لكن اللب نفسه ده منتج مصري واللي بيحبوه الدول العربيه عامه، السعوديه الاردن الكويت. هي البلد فعلا بتدعم اللب في دعم الصادرات، يعني في اللي بيصدر بياخد مقابل مادي من دعم الصادرات المصريه، فهي فعلا بلد بتدعم الحصاد الزراعيه كلها، وبما ان اللب منتج زراعي فهي بتدعمه من ضمن المنتجات الزراعيه.